يعني ايش رأي الشيخ واقتراحاته بالنسبة للأيام هذه والمساجد والكورونا وتباعد وكذا، يعني الالتزامات واضحة، يعني أول مرة بنشوفها أول مرة نسمعها، والقلب نافر منها بصراحة، يعني والقلب يعني مش متقبلها بصراحة. يعني بعض إخواننا بيصلوش في المساجد بيقولوا شو التباعد هذا، كذا الواحد بيصلي لحاله، وبعض إخواننا يعني كذلك، يعني بيقول لك شيء، بيقول هذه مؤامرة، وشيء بيقول هذه لعبة عالمية، وهذه تفضل شيخ. سيدي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى، أما بعد، تقريبا كل ما ذكرته عبد الله كتبت فيه وتكلمت فيه الحمد لله على تويتر وفيسبوك وكذا، انتشر موضوع التباعد. أول ما حصل التباعد قبل أن يكون رسميا واضطراريا حصل بجهد فردي من بعض الناس، فالشيخ العباد أصدر فتوى أنه هذا لا يجوز، حتى طلعت منه كلمة أنه صلاة باطلة، لكن يظهر أنه قصد الجماعة ولا يقصد صحة الصلاة يعني. وأنا تكلمت بمثل كلامه لكن وضحت العبارة أكثر، فقلت أنه هذه يعني حكم الصلاة الفردية ولا نبطلها، لأنه ليست هكذا هيئة الصلاة. لكن لما أصبح الأمر مفروضاً وملزما من الجهات المختصة المسؤولة الأوقاف والصحة وكذا، اختلف الحكم واختلف النظر، وأفتت هيئة كبار العلماء بذلك، والشيخ العباد تراجع عن قوله وفتواه بفتوى أخرى مكتوبة يعني. ومن فضل الله أنا كنت نبهت قبل صدور فتوى العباد أنه كما يقول الفقهاء أحوال الاختيار غير أحوال الاضطرار، فالآن هذا اضطرار. أما من لا يصلي في المسجد بسبب هذا فأنا يعني على يقين أنه مخطئ لسببين اثنين. السبب الأول أن أهل العلم كشيخ الإسلام نص على ترك التراص لسبب معين أو لحاجة وما أشبه. الأمر الثاني كما قلنا في النقطة الأولى أن هذا ضرورة واضطرار. أمر ثالث يضاف إلى هذين الأمرين، وهو أن أقصى ما يقال في التراص أنه واجب، لا هو شرط ولا هو ركن، فكيف تترك الجماعة من أجل شيء أنت مرغم عليه وأنت مضطر فيه ابتداء؟ فلا شك أن هؤلاء الإخوة يعني بغض النظر عن نيتهم وحسن قصدهم مخطئون في ترك صلاة في المساجد يعني. نعم، الله أعلم. هذه واحدة. موضوع